مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، هدفها التنمية لكل إنسان موجود في مصر، تنمية بشرية، إن إحنا نعيد النظر تاني ويبقى عندنا فرصة، ندي فرصة لكل إنسان إزاي يبتدي بداية جديدة في حياته وفي كل حاجة. ممكن يبقى عامل مهم جدا وشكل مهم جدا من البداية الجديدة اللي إحنا بنسعى ليها، إن إحنا نراجع نفسنا في الطريقة اللي بنتعامل بيها مع أولادنا، وإزاي يبقى فيه عوامل حماية كتير جدا تحميهم من الوقوع في أي مشاكل نفسية بصفة عامة وفي مشكلة الإدمان بصفة خاصة. ومش بس كده، حتى لو فرض وحصلت مشكلة وحد من ولادنا تعرض لمشكلة الإدمان أو التعاطي، إحنا نقدر نساعده، دي بداية جديدة ليه إنه يعيد اكتشاف نفسه تاني ويقدر يحمي نفسه من إن المشكلة تتفاقم وتوصل للمرض أكتر أو توصل لمرحلة الإدمان بشكل أكبر. بداية جديدة احنا بندور بيها حتى المرضى اللي عندهم مشكلة إدمان يبدأوا بداية جديدة بالتعافي، يقدروا يعيشوا بيها حياتهم بشكل أفضل وبشكل صحي من غير أي مشكلة نفسية أو من غير مشكلة تعاطي المخدرات.